سلاميت سنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية، النموذج الرابع. سنقوم بحله معا. التمرين الأول: أكمل الحديد الشاقف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن المسلمين، نكمل الحديد، ومن فرج عن المسلمين أحسنتم كربة. فرج الله عنهم، جيد، فرج الله عنه، واصل، فرج الله عنهم بها جيد كربة من كرب يوم القيامة، كربة من كرب يوم القيامة، واصل، ومن ستر مسلما الحديث، ومن ستر مسلما جيد ستره الله يوم القيامة. هكذا انتهى الحديث. نراجع الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وكذا انتهى الحديث. التمرين الثاني: اذكر أسماء أفضل المساجد وأماكنها. وأماكنها لدينا ثلاث أفضل مساجد في الإسلام، وهي نذكر أسماؤها. نبدأ المسجد الأول، أحسنتم، المسجد الحرام. المسجد الحرام. المطلوب اسم المسجد ومكانه. أين يقع المسجد الحرام؟ أحسنتم، بمكة المكرمة. بمكة المكرمة. المسجد الأول. لدينا المسجد الثاني، أحسنتم، المسجد النبوي. المسجد النبوي. مطلوب كذلك أين يقع؟ أحسنتم، بالمدينة المنورة. بالمدينة المنورة. المسجد الثالث، أفضل المساجد، يوجد ثلاثة، المسجد الأقصى. الأقصى كذلك مطلوب، أين مكانه؟ أحسنتم، بالقدس الموجودة في، أحسنتم، في فلسطين. نراجع أسماء المساجد مع أماكنها. المسجد الحرام موجود بمكة المكرمة. المسجد النبوي موجود بالمدينة المنورة. والمسجد الأقصى موجود بالقدس في فلسطين. أفضل المساجد في الإسلام. التمرين الثالث: ضع الكلمة المناسبة في الفراغ. الإيمان بالملائكة من أركان، أحسنتم، من أركان الإيمان. وصل. وهي مخلوقات من الملائكة، وهي مخلوقات من، جيد، من نور. الملائكة مخلوقات من نور. ثالثا: من أشهر الملائكة عليه السلام. من هو من أشهر الملائكة المعروف؟ أحسنتم، جبريل عليه السلام.
عليه السلام. نراجع. الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان الملائكة، وهي مخلوقات من نور الملائكة. من أشهر الملائكة جبريل عليه السلام. التمرين الرابع، اذكر اسم الشخصية المناسبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في التجارة مع عمه، اسم الشخصية، أحسنتم، عمه أبي طالب. أبي طالب الشخصية الأولى. تاجر بمال سيدتنا، من هي؟ أحسنتم، خديجة. ثم تزوجها، الشخصية الثانية. فكان من أولاده، أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسنتم، من أولاده اثنان، جيد، القاسم. يوجد أسماء أخرى، القاسم، نأخذ اسم الثاني، زينب. كذلك يوجد أم كلثوم، فاطمة، عبد الله، كلها أبناء من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم. نراجع الفقرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في التجارة مع عمه، اسمه أبي طالب. تاجر بمال سيدتنا خديجة، ثم تزوجها. فكان من أولاده القاسم وزينب. المطلوب ولدان فقط. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.